عموما خلينا نسيبهم ونطلع نشوف توفيق عكاشة. توفيق عكاشة ونجيب ساويرس. خلينا نقرا مع بعض كده نجيب ساويرس كتب ايه. نجيب بيعلق على قرار رئيس الوزراء: وجهنا وزارة الشباب والرياضة بلعب جميع المباريات خلال فترة النهار لتقليل استخدام الكهرباء. حضرتك درجة الحرارة 45 و50، هيلعبوا كرة فين يا فندم؟ انت جاي تهرج، انت اكيد جاي تهرج. لا هات لنا التويتة، لان نجيب لسه ما قلناش نجيب قال ايه. نجيب علق على القرار وقال: القرار اللي بعده هيكون المطاعم تشتغل على الشموع، وخليكم رومانسيين ما نقول من رضا صاحبي. فعلا احنا عايزين بقى ايه، نعمل اجواء الشموع واجواء اللطافه والخفافه والكلام ده كله. كل ده يا جماعه خليكم كده عاطفيين والدنيا تمشي كويسه وبتاع. والاهم من ساويرس هو عوده عكاشه. عكاشه رجع، وانتظروا بعد عكاشه انثى العكشه ترجع. معايا مجموعة تويتات لتوفيق عكاشة بيهاجم النظام وبيعتبر ان مصر بتشحت على ابواب الجوامع. ورينا كده يا سيدي توفيق عكاشة. توفيق عكاشة بيقولك الكهرباء تقطع في العراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان، وهناك جداول لقطع الكهرباء للمناطق بهذه البلاد، ومفيش عندهم سجاير مريت اصفر كمان، حتى هذه البلاد طلع فيها كده مفيش سجاير عندهم. توفيق عكاشة بيكمل ويقول: يوجد في الوطن العربي دولة يخيل أهلها أنهم حافظوا عليه حتى لا تصبح سوريا وليبيا واليمن والعراق والسودان، ولكنهم استيقظوا يوما ووجدوها تجلس على باب المسجد تمد يدها حتى طردها عامل المسجد، فقامت تبحث عن مسجد آخر تجلس أمامه. بعد يوم طردها عامل المسجد فقامت تبحث عن مسجد آخر، وهكذا. ده كلام عكاشة بيقول الخنقة تزداد يوما بعد يوم بسرعة كبرى. هل من فرج قبل ساعة الغضب؟ يا رب الفرج قبل ساعة الغضب، يا رب الوقت قليل جدا بين الفرج والغضب، استر يا ربنا. عكاشة بيكمل ويقول: قدمت لهم نصايح لا حصر لها من 2014 حتى 2020، ولكن لم يقدر أحد كلامي، خلصت النصايح خلاص. يا سلام يا جهبذ. قال لك: أنا ومعي محبي مصر بلا غرض الذين وقفنا مع الشرطة المصرية سوف نستمر نقف معها، أنا ومن معي كنا خلف الشرطة القضائية السلطة القضائية، وسوف نستمر خلفها، وقفنا خلف الأزهر والكنيسة، وسوف نستمر نقف خلفهم، وقفنا خلف الجيش، وسوف نستمر نقف خلفه، بالرغم من عدم سماع أنين الشعب ولكنه في القلب والعين والروح. اسمع يا ولد يا ولد يا ولد، نحن الأبناء الشرعيين لثورة 30 يونيو، ومعنا الأبناء الشرعيين من 25 يناير، من ثورة 25 يناير، ولا نقبل بفلول التيارات الدينية لا سياسية في الدين، لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، ولا نقبل بالدخلاء وراكبي الأمواج، ولا مكان لمن شوى 30/6 بيننا. الاتحاد قوة، التفرق ضعف. لا 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 لا، الكلام ده كبير قوي. دكتور أسامة حنفي ولا حفني بيقول له: طيب لما مشكلة الكهرباء تتحل وما عادش يبقى فيه تخفيف أحمال، هل الإخوان هيسكتوا؟ ما هو 7 سنين فاتوا كهرباء ما كانتش بتقطع ولا كان فيه تخفيف أحمال، كانوا ساكتين يعني. وكذلك لو اتحلت مشكلة الدولار نفس الشيء، ما هو قعد 5 سنين ب15، كانوا ساكتين؟ دول مش مهتمين بمشاكلك، دول شمتانين. فتوفيق بيقول له ايه بقى: انا حزين ان دكتور مثل حضرتك يكتب هذا الكلام، الاخوان خلاص بح وليس كل الشعب اخوان، انت كده تعظم في عدد الاخوان للأسف. خلص كلام توفيق. نفهم من كلام توفيق ايه؟ اللي ماسك حبل توفيق قال له: بسك على السيسي، قال له: اطلع اتكلم. قال له او في جهه تانية عايزه تستغله، لان هم عارفين ان في ناس بتسمع له. فكده هل السيسي في خطر؟ هل السيسي رايح جاي؟ مش ده اللي هقف عنده كتير، ولكن ده كلام توفيق عكاشة اللي بيقول لك ان البلد لما تقع اللي يشيلها ولاد 30 يونيو، لا اسلاميين ولا تيارات سياسيه تانية، ولاد 30 يوليو بس اللي يشيلوا البلد لما تقع. فواضح كده انه شايف ان هي رايحة تقع.